كان ما يرشد إليه هذا الحديث الشريف؟ بيان ما يرشد إليه الحديث الشريف. 1. بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. 2. التوافق بين كلامه عليه الصلاة والسلام وبين واقع المسلمين اليوم. 3. بيان ما يسر المسلم وما يحزنه. 4. التشبيه الحقيقي لحال المسلمين في واقعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن هكذا، نعم. بيان ما يرشد إليه الحديث الشريف. أولا، بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التوافق بين كلامه عليه الصلاة والسلام وبين واقع المسلمين اليوم، بيان ما يسر المسلم وما يحزنه. رابعا، التشبيه الحقيقي لحال المسلمين أو المؤمنين حول رسول الله عليه الصلاة والسلام واقعا عمليا ملموسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنقرأ الحديث مرة ثانية.